جهود حثيثة تبذلها الحكومة السودانية لاستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لتحسين فرص إنعاش اقتصادها الذي يعاني من عدة عقبات. زادت من معدلات التضخم الأشهر الماضية وهبطت بقيمة الجنيه السوداني لحوالي 100% في قيمته بالسوق الموازي خلال نصف عام. نعيد دون كلل التزام الحكومة بفتح كافة الأبواب أمامكم والاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد البلاد وينظمها قانون الاستثمار بكافة مزاياه في كل المجالات وبالأخص في مجال التعدين. وتقول الحكومة السودانية إن إنتاجها من الذهب خلال العام الماضي بلغ 93 طناً وهو ما وفر لخزينة الدولة 4 مليارات دولار، كما أنها منحت 11 رخصة تعدين خلال ذات العام لشركات بعضها أجنبي، غير أن مستثمرين بالقطاع اشتكوا من عدة عقبات. نحن السنة الماضية توقفنا مدة عام كامل بسبب الوقود وعدم توفر وقود، فالصعوبات موجودة لكن يجب أن تحل، لأنه قطاع التعدين هو قطاع مورد اقتصادي للدولة. يعني ممكن أنت لما بتجيب الذهب ولا أي معدن أنت بتجيب دولار. ويرى محللون اقتصاديون أن الهبوط المتوالي للعملة السودانية يجعل الأسواق عرضة لمزيد من الغلاء، وتعتمد الحكومة على سلاح التعدين لمواجهة شح النقد الأجنبي. عانى السودان من مشكلة كبيرة في مشكلة النقد الأجنبي. الآن يعول السودان كثيرا على قطاع النفط والمعادن على سد هذه الفجوة. تبلغ فجوة السودان حوالي 3.6 مليار دولار في العام، يغطي 3 منها بالصادرات الزراعية. ويقول تجار التجزئة إن زيادات قد طرأت على أسعار السلع الاستهلاكية منذ مطلع فبراير الجاري تراوحت بين 10 إلى 15%. عقبات عديدة تواجه الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان، وإن تبينت أسبابها إلا أن تراجع عائدات النقد الأجنبي تظل السبب الأساسي فيها بحسب المراقبين. محي الدين جبريل، قناة الغدة، الخرطوم.